Hey guys, ازيكم عاملين ايه؟ Welcome back to my channel. النهارده جبت حاجات حلوه جدا من موتيف لشتاء 2023 فهنشوفها مع بعض. اللي ما يعرفش ايه موتيف، موتيف هو براند بتبيع حاجات لوجري بهاي كواليتي ايتمز، بمعنى ان الحاجات بتاعتهم بتبقى قيمه جدا. طبعا بتلاحظوا الحاجات كلها من ادق التفاصيل، زي الخياطات مثلا بتاعتهم بتبقى مظبوطه جدا، الاقمشه بتاعتهم بتبقى ناعمه قوي. هم عاملين كولكشن جديد اسمها وولن كاشمير، بمعنى الحاجات الصوف والكشمير معموله لشتاء 2023. فدي احنا هنعمل لها انبوكسنج مع بعض دلوقتي. الحاجات لسه ما شفتهاش، لسه وصلاني، فهنشوفها وقيمها، وكمان هنعمل لها ستايلنج اوريكم ازاي ان احنا ممكن نلبسها. وعايزه اقول لكم كمان ان موتيف حاجته بتلاقوها في شي ان ببساطه جدا. بتفتحوا الويب سايت بتاع شي ان وبتلاقوا في الهوم بيج تاب لموتيف، بتضغطوا عليها وبتاخدكم للبيج بتاعت موتيف، ممكن تشوفوا كل الحاجات فيها. وهسيب لكم لينكات انا الحاجات اللي انا جبتها في صندوق الوصف تحت مع الديسكاونت كود بتاعي، بيديكم 15% على الاوردرات بتاعتكم، فممكن ان انتوا تستعملوه. وبس كده خلينا نشوف الحاجات. وقبل ما نبتدي ياريت ان انتوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم الفيديوهات الجديدة. ويس خلينا نبتدي. موتيف هاي كواليتي، فانتوا فعلا بتشوفوا الهاي كواليتيز بتاعته في كل حاجة، من اول ان انتوا لما بيجيلكوا الايتم، الايتم بيبقى رابت رابين بيبر كده عليه اسم البراند، دي شكلها حلو قوي. وكل ايتم بيجيلكوا معاه الكارد بتاع موتيف عشان تشوفوا الديتيلز. يعني بجد حاجات بيرفكت بالنسبه، ديتيلز بسيطه بس بتخلي التجربه حاجه تانية. فعلا تحس ان انتوا شارين حاجه لوجري قوي. اي ثينك ان انا فاكره ايه ده، ان انا كنت متحمسه له قوي عشان لونه كان عاجبني. ده فستان صوف ميدي قماشته رفيعة قوي، يعني هو صوف بس القماشة رفيعة، فدي بحبها جدا في الشتاء، لان انا لو لبست عليها جاكيت او كده ما تضايقنيش مثلا من عند الكم. وكمان بتخلي الجسم حلو مش بالكي، لان الحاجات الشتوي بحسها بتزيد قوي في الحجم، فحلو قوي. اللون بتاعه بجد جميل، بصوا الديتيلز بتاعت الابيض اللي فيه حلو قوي. تعالوا نعمل ستايلين مع بعض ونشوف هنقدر نلبسه ازاي. هو ده الفستان. القماشة زي ما قلت هي صوف بس ناعمة ورفيعة قوي، فحلوة جدا. وده يعتبر من اجمل القطع اللي انا اشتريتها بقالي فترة، حبيته جدا. بالنسبة للستايلينج انا كان عندي two options، يا اما اسود يا اما ابيض، وانا بلبس اسود على معظم لبسي، فقلت ان انا البس ابيض، فهلبس الويسترن بوتس دي البيضة. برضو في option ان انا احط حزام، وان انا محطش حزام، بس انا حابة شكله قوي كده، هو مينيمال وانسيابي فحسيبه زي ما هو، وهلبس عليه الشنطه البيضاء. وبس كده هو ده الطقم. في ستايلين فيديوز كتير جدا بتبقى عندي في الانستغرام، شبه انا برز معاكم كل يوم، بوريكم انا لابسه ايه وانا رايحه الشغل وانا خارجه مع اصحابي. فاللي حابب ان هو يشوف ستايلين اكتر يتابعني في الانستغرام، عشان كمان في الستوريز بتقدروا ان انتوا تسالوني على حاجات تعملوا لها ستايلين. يعني فعلا في الانستغرام بيبقى فيه حوار ما بيننا كده، فتابعوني هناك عشان تشوفوا الستايلنج اللي انا بعمله، وكمان تقدروا تسالوني على اي حاجه. نشوف بقى القطعه اللي بعد كده هي ايه. بصوا انا من قبل يعني انا شفت حته منها وعجبت بيها، تعالوا نشوف هي عباره عن ايه. واو، هو سويتر كريم عادي خالص، ما فيهوش اي حاجه، بس بجد يا جماعه بيرفكت، حلو قوي. هو مهير كده، تحسوا ان في الشعر اللي طالع، واللون بتاعه سيمبل هادي، هيليق على كل اللبس، من الحاجات الكلاسيك اللي هتفضل قاعده معانا على طول، لان موديله ما فيهوش اي حاجه. حتى الفيت بتاعه مش اوفر سايزد قوي ومش ضيق قوي، فيعتبر الفيت الكلاسيك اللي ما بيبطلش. فتعالوا نعمل ستايلنج، لان القطعه دي انا عارفه ان هي هتبقى من البيزكس بتاعتي في الشتاء. يا جماعة في فيديوهات الستايلينج بتاعت الاونلاين دي ناس كتير بتبقى محتارة تنقي السايز بتاعها ازاي، او المقاس بتاعها تعرفه ازاي. انا عامة معظم الوقت بجيب مقاسي بالظبط، يعني انا مثلا في المحلات العادية في زارا و H&M وكده بلبس سمول، فلما باجي اجيب اي حاجة اونلاين بجيبها نفس مقاسي. بس بتأكد برضو من كام حاجة بلاقي في الريفيوز كاتبين فيه ان هو ده اوفر سايز، صغروا المقاس، مقاسه صغير كبروا المقاس، لان الناس بتبقى جربت وعرفت. حاجه تانية في السايز شارت للناس اللي مش عارفه اصلا مقاسها تبقى ايه،
ده السايز شارت، بتجيبوا مازوره بتقيسوا مقاساتكم انتوا وبتقارنوها بالسايز شارت او جدول المقاسات، وبتعرفوا المقاس بتاعكم بالظبط ايه عشان تعرفوا تظبطوا المقاس. بس ده انا عايزه اعمل ستايلنج بطريقه جديده شويه، فهلبسه على الليذر ميني سكيرت دي وتحتيها تايتس. الاول كده حبيت اوريكم البلوفر اون اتس اون عامل ازاي. هو ده طوله، ده الموديل بتاعه، بس انا السكيرت فيها زي سوسته من هنا فعايزه ابينها، فدخل حته بسيطه كده من هنا واعمله كانه اسيمتريكال مع السكيرت، لايق جدا عشان السكيرت هي كمان اسيمتريك. وهلبس عليها السيفتي بوت السودا دي، بس هحط الشراب الصوف ده الاول، وهلبس الترانكي ايرنز دي، وهمسك الشنطه البني دي، وبس كده هو ده الطقم. انا بس عايزه اقول لكم ان القطعه دي اساسيا هي تبقى عندنا في الدولاب، وبجد قماشتها ناعمه وناعمه على الجلد يعني، وكمان بتدفي جدا، فدي انا حاساها من القطع الاساسيه، واللون والموديل زي ما قلت كلاسيك فهينفعنا على طول. جماعه اللي عايز يطلب اي حاجه من شي ان، انا عندي صفحه في الانستغرام اسمها اسراء باسيني ستور، دي بجيب منها طلبات بتاعه شي ان. اللي عايز يطلب اي حاجه بيبعت لي لينكات، والاوردرات بتوصل بسرعه جدا من خلال 8 ل 20 يوم الاوردر بيبقى عندكم. ندخل بقى على القطعه اللي بعد كده، هي دي اي ثينك سو، برده من الحاجات اللي متحمسه لها قوي. بصوا عشان ابقى واضحه معاكم، انا متحمسه للاوردر ده كله لان فعلا من الحاجات العمليه قوي. هي ست على بعض لونها اسود، عباره عن البلوفر ده و الاسكيرت بتاعته. الاسكيرت بتاعته موديلها حلو قوي، هي سكيتر سكيرت كده اللي هي بتبقى نازله بكرانيش، والحاجات فعلا الشكل الفرو بتاعها حلو قوي. فرو ايه؟ الصوف بتاعها حلو كده ناعم وطري ورفيع برضو. فتعالوا نقيسها لان دي من الحاجات اللي انا متحمسه لها قوي. السات دي السواد بتاعها حلو جدا، يعني فعلا منور كده، وفيها البراش ده جميل. هلبسها على البوت السودا دي، وهدخل لون بس في الشنطه باللون الاحمر. بصوا قد ايه السكيرت بتاعت السات دي كيوت جدا، القصه بتاعتها كيوت قوي، حاسه ان انا طالعه من جوسب جيرل جدا. لبستها على التايتس دي، التايتس اللي هي فيها برنت طلع موضه، بس الورد يعني لو عندكم تايتس في برنت الورد من الحاجات الموضه قوي. وبس هو ده الفاينل ريزلت. جماعه انا عايزه اقول حاجه، ان السات دي هي ماي فيفرت بيس في الطقم ده، بجد كيوت قوي، كمان تنفع للتينيجرز اللي هم عايزين يلبسوا حاجه يونيك شويه، تبقى جميله عليكم. بنات على فكره انتوا هتلاقوا الحاجات دي متوفره عندي في الستور اسراء باسيني ستور فور ايميديت بيرتشس، يعني متوفره حاليا، بيكون ثمنها زي ثمن الويب سايت وما عليهاش اي نوع من انواع الجمارك للي عايز يشتري اي حاجه منها. الايتم اللي بعد كده اظن ان انا عارفه هو ايه. يس هو بجد من الحاجات اللي مش اساسيه، هي حاجات لو جبتوها هتقعد معاكم لحد ما تتجوزوا وتخلفوا واولادكم كمان يلبسوها، لان هي كلاسيك جدا تقريبا. ايه ده الله، دول جايبين الحزام باوتش لوحدها. بقول لكم بجد موتيف بيهتم بالتفاصيل. يعني ده ترنش كوت او ترنش جاكيت بمعنى اصح، هو مش طويل قوي انه يبقى كوت زي ما انتم شايفين، ده طوله وده الحزام بتاعه. الترنش اللون ده كلاسيك ما بيبطلش، هتفضلوا تلبسوه على طول، من الحاجات الانيكو جدا اللي بتخلي الستايل بتاعكم بجد انيكو فخم قوي. ده جايباه مقاس ميديوم، دي القطعه الوحيده اللي انا عملت لها يعني زودت في المقاس، لان كجاكيت الطبيعي ان انا بلبسه فوق حاجات، فقلت عشان يبقى الكم بتاعه واسع لو لبسته فوق بلوفر يبقى مظبوط. طبعا زي ما انتم شايفين الخامه بتاعته قيمه قوي، وده الظهر بتاعه في الحته دي. ترنشز استثمروا فيها، يعني في حاجات الحاجات الكلاسيك استثمروا فيها حتى لو هتدفعوا فلوس زياده شويه، لان الحاجات دي عشان بتقعد معاكم كلاسيك هتفضلوا تلبسوها كتير. دي من اساسيات الدولاب في الشتاء، بمعنى ان دي تبقى عندكم كترنش كوت، ويبقى عندكم كمان بافر اسود رفيع تلبسوه على الحاجات لما الدنيا تشتي، وده في الجو الساقع هيبقى يغنيكوا عن اي جاكيت تاني. اول حاجه هلبس الليرنج الاسود ده، وبعدين هلبس عليه البلوفر المقلم ابيض في اسود ده، وبعدين هلبس عليه البوت السودا دي، وبعدين هلبس الترنش عليهم، وهمسك المينيمال بلاك باك دي. بس هو ده اللوك زي ما انتم شايفين، اللوك حاولت كله يبقى الالوان بتاعته نيوترالز عشان
تبقى حاجه شيك لما بتخلوا الالوان نيوترالز بتبقى شكلها حلو وانيق وتبقى كلاسيك معاكوا. الطقم عمره ما هيبقى اوت اوف بليس. بعدين ايه الايتم اللي بعد كده؟ يس افتكرته جماعه، اللون الازرق بالنسبه لي من الالوان اللي انا بحبها جدا الفتره دي، فجبت السواتر ده. انتوا مش هتصدقوا قد ايه ان هو قماشته رفيعه وخفيفه وناعمه، بجد جميل جدا كليرنج بيس، وان هو يتلبس لوحده في الايام اللي الدنيا فيها مش شتا للدرجه، مع اني اظن لان عندي حاجه نفس الخامه الحاجات دي بتبقى في الاخر شتوي يعني بتبقى بتدفي جدا، بس هي بتبقى موديلها ان هي معموله رفيع وناعمه جدا. فبصوا من قبل ما اجربه انا حباه جدا البلوفر ده، كمان لونه جميل جدا. هالموديل بتاعه كده تحسوه زي البولو في ياقه، فجميل. خلينا نجربه ونعمله ستايلين مع بعض. هو ده السواتر، شايفين لونه جميل ازاي وموديله ازاي ان هو رفيع والخامه جميله. عايزه البسه بقى على البنطلون الابيض الواسع ده عشان اخلي اللون بتاعه كده منور. هلبس عليه السلسله اللي فيها ازرق دي، بعدين هلبس الوايت سنيكر، همسك الشنطه الاورنج دي عشان ادخل برضو لون حلو للطقم. بس هو ده كده الفاينل لوك. زي ما انتم شايفين هو طقم يعني فن شويه بسبب لون الشنطه وحاجه ملونه كده، ما تبقاش كل الالوان بتاعتنا في الشتا تبقى الوان دارك. عايزه اقول لكم ان انا مش فاكره ايه هي الربع اللي بعد كده خالص. جبت بقى ترنش كوت لونه بيج، زي ترنش كوت التاني اللي انا جايباه، بس التاني ده كان اولا اقصر. ده بقى ترنش كوت للناس اللي هي بتحب كوت. التاني يعتبر ترنش جاكيت، يعني حاجه قصيره فهيبقى جاكيت اكتر، فهي بيرسونال بريفرنس. ده انا جايباه بقى مقاس سمول، فتعالوا نشوفوا هيبقى الفيت بتاعي عامل ازاي. اول حاجه هلبس التوب الابيض ده عشان عايزه الطقم كله يبقى نيوترال. بحب جدا الكروت بتاعه السويتر دي. بعدين هلبس عليه الوايد لاج الجينز ده، وهلبس الوايت سنيكرز دي. لما تيجوا تلبسوا كوت ويبقى فيه حزام وانتوا سايبينه مفتوح، ما تسيبوش الحزام كده، اربطوه من ورا بصوا، بتروح فاتحه الكوت وتلمه، ما يبقاش الكوت منفوش قوي كده، بتخلي الكوت مفتوح بطريقه حلوه، في نفس الوقت الحزام وهو مربوط من ورا بيبقى شكله احلى. بعدين همسك الشنطه دي وبس كده، هو ده الفاينل لوك. بس كده جايز، هي دي كانت الحاجات اللي انا جبتها من موتيف. ثانك يو سو ماتش ان انتوا اتفرجتوا على الفيديو ده، واشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.